بسم الله والحمد لله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وزيد وبارك على سيدنا رسول الله اللهم صل على النبي محمد وآله وصحبه وسلم ربنا تسليما كثيراً. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت اللهم أقدامنا. اللهم لا تخرجنا من بيتك إلا بذنب مغفور وبعيب مستور وبتجارة لن تبور. يا رب اشف الحاضرين خاصة والحاضرات، يا رب اشفهم يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تخرجهم من بيتك إلا وجددت الدم في شريانهم يا رب العالمين، وجددت الخلايا في أجسامهم، أنت حسبنا ونعم الوكيل. ثم الصلاة على رسول الله، هلا صليتم على رسول الله؟ والله ما تنفع الصلاة. مش عارفين جايبين حد يحب النار، مش عارفين. الصلاة على رسول الله. ربما بعض منكم من يقول أن الشيخ اليوم قد أخذنا على خوانه، ما صليتم على رسول الله؟ هي صورة يوسف، كيف نبقي منها؟ هل صليت على سيدنا رسول الله؟ يعني هل يليق لنا صورة كاملة بس صلى على رسول الله؟ مع هذا السؤال، صليت على رسول الله؟ صورة تفوق المئة آية، وما ذكرت فيها لفظ جل ولا نعم. ماذا؟ آخر كلام. شوف حتى ما عندكش محفوظة للموضوع ده، بس أخوي ده هو اللي جاوب إن شاء الله. صليت على رسول الله؟ هل سمعت منذ أن صليت التراويح لفظ الجنة أو لا؟ ما سمعت. سورة يوسف 110 آية، ما ذكر فيها لا لفظ الجنة ولا النار. هل صليت على سيد الرجال؟ وهي الصورة الوحيدة الفريدة من الصور الطوال التي ما ذكر فيها لا لفظ الجنة ولا النار. صل على حبيب الغفار. صليتم على سيدنا رسول الله؟ نعم. فقلت في نفسي وأنا أدخل، يعني هل يجوز تأخذ ثلاثة أرباع منها أو أربعة ثم المغرب؟ بس صلى على رسول الله. وأوعى تزعلني، تزعلني مش مشكلة، صليت على رسول الله، صلى الله وسلم على رسول الله بأبي وأمي. أنا أذكرك قبل أن أقول حديث الليلة، بس صلى على رسول الله. يا أخي بوس على إيدك، صلى على رسول الله. يا لازم يا سبحان الله، طول عمرك صلى، يا بدي أبوس يعني عشان تصلي، صلى على سيدنا رسول الله. اسمع بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، حديث مشروع. إلى متى؟ لم تستخدم جوالي حتى في طاعة الله؟ إلى متى لم تستخدم قدماء تنصبهما بين ليلى؟ إلى متى ومتى يشكي العمود الفقار إلى الله يقول يا ربي أنا تعبت، ولكن ما تعبت لأنني أكفي في طابور الخبز ولا طابور بوتاجاز، إنما بين يديك يا رب العالمين. هل صليت على رسولنا؟ الحديث في الصحيح قبل أن ندخل في حديث ليلى، بس صلى على رسول الله. اسمع، يقول ابن عباس ابن مسعود، واسمع الحديث وانظر إلى حجمك وحجم ابن مسعود. يقول دخلت فصليت خلف رسول الله، صليت على رسول الله، فبدأ النبي بسورة آل عمران البقرة، صليت على رسول الله. نفس الشعور اللي عندك هو نفس الشعور الذي كان عند ابن مسعود، ألا وهو إيه؟ هو أنت اللي لم يركع، صليت صح ولا غلط؟ أحلى أمانيك يا باشا، صليت على رسول الله. أنت يا رب، ما احنا كنا متعودين في الصلوات العادية بس صلى على رسول الله. هل هي قبل رمضان وبعد رمضان؟ يعني خلاف شهر رمضان. إن هناك من الناس ناس معروفة إلى الإمام إذا تجاوز الخمس آيات ماذا يصنع من خلفه؟ يعمل ايه؟ تشتغل الكحة. هذا كحة خفيفة. لا طول طول كده رحت تقول لا والله العظيم كثير ونازل. صليت على رسول الله؟ أما هنا اوعى الكحة معايا. مهما كحة سيبك. وتفشر الكحة، صليت على رسول الله؟ ابن مسعود يصلي خلف النبي، أنا أقول خلف النبي. أفصح من رسول الله؟ هل هناك أبلغ من رسول الله؟ هل هناك أفضل من تكلم بالقرآن ممن نزل عليه القرآن سيد الرجال؟ أنا ما أقول لك أنك تصلي خلف الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ولا المنشاوي ولا الإمام الحرم السديس أو الشريف أو أي واحد من الفضلاء أهل من آلاهم الله نعمة الصوت، صلى على سيدنا رسول الله. أنا أقول لك ابن مسعود صلى خلف النبي، والصلاة خلف النبي لها طعم خاص بأبي وأمي، حتى قالوا أننا كنا نعد الحجر
مثل ما يقرأ ألف لام ميم مش حروف مقطعة. كذلك كان الصحابة يستشعرون القرآن من رسول الله كأن الحروف منسجمة بعضها مع بعض. يا أحبابي إخواني في الله ملائم القلوب، أسأل الله أن يجمعنا مع النبي في الفردوس الأعلى. صلى على سيدنا رسول الله بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. تعال فاسمع بأبي وأمي. فصلى ابن مسعود وبدأ النبي بسورة البقرة، وسورة البقرة هي أول سورة. كم عدد آياتها؟ الله تعالى مش هتاخد جايزة. صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابتسم يا أخي، ابتسم حبيبك 63 سنة، ما فرقت ابتسام وجه النبي حتى جعلها شعارا في دينه، فقال تبسمك في وجهي أخيك صدقة. اسمع، فما كان من رسول الله إلا وأن ابن مسعود وهو يصلي فالذي بدأ ألف لام ميم وأخذ يرتل من غصن إلى غصن ومن بستان إلى بستان. فقال ابن مسعود فقلت سوف يختم المئة. المئة، شوف حتى ابن مسعود عنده صبر غير كام؟ مئة. ده خلي بالك ده في الركعة، ده أنا وأخويا وشركائي في سورة النساء، سورة يوسف، السد بالله بس الصلاة على رسول الله، هتستغرب الصلاة على رسول الله مع التنس 76 آية وشغالين أهو. صليت على رسول الله شغلوا يمين القاعة، صليت على رسول الله أحبابي الإخوان؟ نعم. اسمع، فقلت سوف يخدم المئة فزاد على المئة. خلاص هيخدم المئة الثانية 200 آية. صليت على سيدنا رسول. هم الصحابة ما كانش فيهم كحة ولا ما عندهمش كحة برضه ولا يا أحبابي الإخوان؟ ما تعلموهاش، احنا تعلمناها. صليت على رسول الله فقلت سوف ويبكع فإذا به يختم سورة البقرة. قلت سوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحول من سورة البقرة إلى سورة خطأ، سورة النساء. أنا أعلم أن الترتيب في المصحف سورة البقرة ثم سورة آل عمران، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا يبدأ يا أيها الناس، كان الكلمة من مسعود بس يا الناس اتقوا ربكم اسمه ابن مسعود. صليت على رسول الله فقلت سوف ياخذ 100، كمان هياخذ 100 من سورة النساء. فإذا به زاد على 100، قلت سوف يرجع. صليت على سيدنا رسول الله فختم سورة النساء فإذا به يعود مرة ثانية إلى ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سورة آل عمران قلت سوف يأخذ منها 100. شفت ابن مسعود 100 100. ها هم الرجال، ها هم الكبار، ها هم السادة رضوان الله عليهم، وأسأل الله أن يبعثنا معهم يا رب العالمين. اللهم من بغض أصحاب النبي اللهم لا تزغ رائحة الجنة أبدا يا رب العالمين. فصلي على رسول الله فقلت سوف من آل عمران، فما كان منه إلا وأنه زاد على 100، فقلت سوف يختمها. وبالفعل بعد أن ختمها إذا ابن مسعود يتمنى الآن أن يسمع كلمة إيه؟ الله أكبر. أيوه، بس تعال شوف الأغرب مثال. يقول ابن مسعود كان ركوع النبي كمثل قيامه إلا قليل. يعني النبي وقف كم جزء؟ ها كم جزء؟ ما يقرب من 5 أو وزيادة لو ختم، لأن الجزء الخامس بس صلى على رسول الله. صلينا على رسول الله أحباب إخواني؟ نعم أحباب إخواني الله، يعني ممكن يعني ما يقرب من 5 أجزاء في الركوع. ابن مسعود يقول كمان الركوع بتاع النبي كان أقل بقليل من الإيه؟ يعني احسب له كمان 4 أجزاء وهو أخبار العمود البقري بتاعك. أنا حاسس إن بعض من الناس لما بيسمع أسر يا ابني إنه ما صليش أنت أخوي، صليت على رسول الله صلى الله وسلم على رسول الله. نعم، ثم قال فرفع من سجود من ركوعه ثم سجد، فكان سجود النبي والله ناس بتستاهل بارح الشاب ما صلوش على رسول الله صليت على رسول الله، فكان سجود النبي كمثل ركوع النبي إلا قليل.
هذه ركعة تكلم عنها في مسمى ربما الله أعلم كان الصلاة بك أو كانت في ركعة ثانية وما تحدث عنها في مسمى. أرجوك تعال معي الساعة 12 النهار، أرجوك تعال الساعة 12 رمضان خلاص أرشك على الانبياء. هل صلينا على رسول الله؟ نعم. حديث بأمر الله تبارك وتعالى أننا قضينا الحديث بس صلى على سيدنا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث درجات وثلاث كفارات. تكلمنا عن الثلاثة الأول وتبقى معنا هل صليت على رسول الله؟ أي ثلاثة الأصناف الأول تكلم عنه النبي وما تبقى معنا إلا وأن قال النبي وثلاث درجات. أولى هذه الدرجات بس صلي على إمام الكائنات صلى الله عليه وسلم قال أمر جميل جدا ويا رب كلكم تعملوا يا رب ما عدا العبد لله. صليت على رسول الله وهو الطعام للطعام. صليت على رسول الله اسمع صلى الله وسلم على رسول الله. نعم الطعام للطعام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أول صلى الله عليه وآله عن أول الدرجات يقول صلى الله عليه وآله إطعام الطعام من هدي النبي والثانية إفشاء والثالثة الصلاة بالليل والناس تعالى نعيش معقولة على جناح السرعة من هدي نبينا إطعام الطعام صلى الله عليه وسلم. ورب تلك القضية غابت عن أناس من الناس أنهم لا يستشعرون بأن الإطعام من هدي رسول الله. ما رأيك لو أخبرتك بخبر ما بعده خبر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ويقول والحديث رواه ابن حبان قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي مالك الأشعري صلى الله عليه رسول الله أنه قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع إن في الجنة اللهم اجمعنا في الجنة يا رب نحن وأزواجنا وأولادنا وكل واحد معاه حماته يا رب عرف بكل دعوة مستجيبش صليت على رسول الله آمين. اسمع يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرف يا الله ده النبي يقول غرف يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها. هل رأيت هذا هل رأيت وصفا بعد هذا الوصف صلي على إمام الأنبياء. يقول في الجنة غرف أن الذي من الخارج يرى ما في الداخل ومن الذي في الداخل ها يرى الذي طب أنت ربما تستغرب تقول أنا ربما قاعد كده في الجنة يا رب في الجنة قاعد كده ومرحرح مع نفسي تجي الناس تبحنا كده وتمشي واحنا قاعدين يبقى بين كل الرب وبعض سبحانه. قلت لك لا قال الله عن عيون أهل الجنة وعن حور الجنة حور مقصورة ليس هناك نظر إلى ما يرضي الله. كل منا لا ينظر إلا إلى ما يرضي الله لأنك ليس لك في الجنة أي فعل تفعله إلا فعل يرضي الله رب العالمين. هل صلينا على رسول الله؟ قال يا رسول الله لمن هي؟ فقال صلى الله عليه وسلم لمن أطعم الطعام. اسمع لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل و إن بفضل الله تبارك وتعالى قمت بأمرين اثنين الآن صح؟ صليت على رسول الله يا إخواني في الله أفشيت السلام. أنا أظن وأنت جرب مرتش ليحد السلام عليكم قلت الحمد لله. هل صليت على رسول الله؟ وبفضل الله أنت ماذا تصنع الآن؟ ها؟ ما تخافش أنت ماذا تصنع الآن؟ تطيب الليل باقي الثالثة عليك يلا اعملها أطعمنا النهاردة عزاء إن شاء الله. هل مستعدون إن شاء الله؟ مستعدين فعيب عشان أروح معكم؟ هزت الرؤوس صلى على رسول الله عليكم أهل الكرم تعتلوني إن من 6 سنين صليت على رسول الله عليكم جيد هل صلينا على رسول الله؟ فإطعام الطعام من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي وأمي صلى الله عليه وآله حتى أنه قيل أن يوم القيامة اسمعوا يا أصحاب الأموال اسمع يا من تستطع ولو تبذل ولو تمر واحدة اسمع قيل أن الله تبارك وتعالى يقول للفقراء يوم القيامة انزلوا في أرض المحشر انزلوا في أرض المحشر فليأخذ
واحد منكم بيدي رجل سقاه في الدنيا شربة ماء من أكله، وليأخذ كل واحد منكم رجل كساه من أكله وأطعمه من أكله. هل تسمعون إن شاء الله؟ صلى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أختم بهذا الحديث ولو بشق تمعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسوف يكلمه ربه، وليس بينه ترجمان، حدش ينفع أبدا، ابنك ولا ولدك ولا أي إنسان، مالك لا كرسيك ولا منصبك ولا عزك ولا مالك ولا، فاتق الله في نفسك. اسمع، قل الله عز وجل في حديث رسول الله عفوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسوف يكلمه ربه، ليس بينه وبين ربه ترجمان. فصلينا على رسول الله. فينظر الواحد منا أو عامة من الناس، ينظر عن يمينه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر عن أشأم منه صليت على رسول الله فلم يجد إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يجد إلا النار. فاتقوا النار ولو الله العظيم تكلم، ولو بشق تمعة. ليست العلة في الكثرة، إنما العلة في الإخلاص لله رب العالمين، حتى قالها النبي صلى الله عليه وسلم: درهم سبق ألف درهم. تكلم النبي صلى الله عليه وسلم. صلينا على سيدنا رسول الله. ملحوظتان اثنتان لا ثالثة لهما أقول، بس صلى الله عليه وسلم. الأولى: الناس في أمس الحاجة الآن، ابدأ واجتهد في إخراج الزكوات والصدقات، وخاصة إذا كان زكاة المال قدام 5 شهور 6 شهور، ابدأ غيرها في نفسك وطلعها، ابدأ من الآن. حتى جوزها أهل العلم فقالوا: يجوز أن تخرج زكاة المال لمدة 5 سنين مسبقة أو مستقبلة، جاز إن شاء الله، وخاصة بما تعيش الناس الآن من الناس. الله يرفع الهم والغم عن بلادنا رب العالمين، يحفظ مصر وأهلها وشعبها. زميل بل الأمر الثاني أكدت عليه في صلاة التراويح: بعض الناس لا ينقص معنا في صلاة الوتر، وقد حرمت نفسك أجرا ربما الآن ربما ما كنت تعلمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث فيما معناه: أنه من بدأ مع إمامه ثم ختم، يعني من أول الصلاة إلى من صلاة العشاء إلى صلاة الليل، صلاة الوتر، اسمع، غفر الله له. عشان تبدأ العبس، وربما أنت كنت نايم، وربما كنت سرحان، وربما كنت، بس أنت بدأت معه أين؟ وختمت. وحاشا للكريم أن يغفر لمن بجوارك ويتركك، أتدري لما؟ لأنه هو الله. لأنه الله. قالوا لنا من فوائد حكم صلاة الجماعة، من حكمها، من فوائد، ونحن طلاب في كلية الدعوة الإسلامية حفظ الله الأزهر، قالوا لنا الدكاترة: قالوا إن أخلص الإمام غفر الله للجميع. اسمع، وإن لم يخلص الإمام، اسمع، فإن أخلص المأمومين غفر الله لمن؟ للجميع. قال: وإن لم يخلص الإمام ولا المأمومين، قالوا: حاشا للكريم أن يجمع جمعا في بيته ثم يخرجهم بدون أن يغفر لهم. حتى في حديث قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: بيوت الله في الأرض بالمساجد. اسمع لفظة عشقها، أنا كنت فاكر الحديث لأن سنده ضعيف، ولكن الحمد لله وجدت أنه سنده قوي. بس صلى الله عليه وسلم: ألا وأن بيوت الله في الأرض المساجد، اسمع، وأن زوارها عمارها وحق على المزور اللي هو عايش عايز ولا مستريح كويس، حق أوجبه هو على نفسه لأن الله لا يجب عليه شيء، وحق على المزور أن يكرم زائره. فأسأل الله عز وجل أن يكرمنا في بلده يا رب لنا رجاء واحدة وطلبا واحدة، أن تعتق رقابا نية منا يا رب العالمين. أنت حسبنا ونعم الوكيل. ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبكم ومن